السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن لحمية السرة عند الاطفال الرضع. خليكم معنا. بعض امهات بعتولي صور لسرة اطفالهم الرضع وبيبقوا منزعجين جدا من حاجة موجودة في السرة ومش عارفين دي ايه ويتصرفوا معاها ازاي. الصورة بتاعت لحمية السرة هي الصورة اللي معروضة قدام حضراتكم دلوقتي. في بعض اطفال بعد سقوط السرة بتاعتهم بيتبقى جزء صغير او حجمه صغير خالص ولونه وردي وبيبقى موجود في منطقة السرة، وساعات بيبقى الجزء ده ناشف تماما او ساعات بيخرج منه بعض الافرازات الشفافة او اللي لونها مصفر شوية، والام بتبقى منزعجة جدا ومش عارفة هو ده ايه. ده اسمه لحمية السرة، وده بيحصل لسبب غير معروف حتى الآن عند بعض الأطفال، ولكنه موضوع بسيط جدا ومفيش منه أي مشكلة. ولحمية السرة حاجة تانية خالص غير فتق السرة عند الأطفال الرضع. فتق السرة عند الأطفال الرضع ده ليه شكل تاني وموضوع تاني خالص، أنا اتكلمت عنه بالتفصيل في فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف بتاع الفيديو وفي الآي اللي هتظهر فوق دلوقتي، عشان لو حد من حضراتكم حابب يعرف ايه هو فتق السرة وازاي نعرف نتعامل معاه. لكن لحمية السرة ده موضوع تاني، ده جزء صغير خالص بيبقى قد الحمصاية او اصغر شوية ولونه وردي، وزي ما قلنا يا بيبقى ناشف يا بيطلع منه بعض الافرازات، وده مفيش منه اي خطر ومفيش منه مشكلة خالص. طيب هنتصرف معاه ازاي؟ احنا عادة بنسيب الطفل لمدة شهر ما بنعملوش حاجة غير ان احنا بنغير على منطقة السرة بالكحول 3 أو 4 مرات في اليوم، وندى الطفل فرصة ان اللحمية دي تقع لوحدها. في بعض اطفال في خلال الشهر دون اللحمية دي بتنشف وبتقع لوحدها، لكن في حالة انها ما وقعتش في خلال الشهر ده عندنا 3 حاجات بنعملها نقدر نشيل بيها لحمية السرة. اول حاجة، ودي الطريقة اللي انا بفضلها وطريقة فعالة جدا وجربتها كتير جدا وفعلا طريقة كويسة، هو ان احنا نحط شوية صغيرين من ملح الطعام على لحمية السرة 3 أو 4 مرات في اليوم لمدة 5 أيام أو أسبوع، بنلاقيها بقت ناشفة وبتقع لوحدها. 90% من الاطفال اللي استخدمنا معاهم طريقة ملح الطعام كانت فعلا لحمية السرة بتنشف وبتقع لوحدها. ملح الطعام العادي خالص اللي احنا بناكل منه بناخد شوية صغيرين خالص وبنحطها على المنطقة اللي فيها اللحمية وبنسيبها مكشوفة، ونكرر الموضوع ده 3 أو 4 مرات في اليوم بنلاقي اللحمية بتقع في خلال أسبوع. في دراسة كبيرة مهمة جدا اتعملت في المملكة العربية السعودية عن استخدام ملح الطعام في علاج لحمية السرة، وكانت النتائج بتاعت الدراسة دي ممتازة جدا، ولقت ان استخدام ملح الطعام كان فعال ومفيد جدا عند معظم الاطفال. طيب لو استخدمنا ملح الطعام وبرضو لحمية السرة ما وقعتش هنعمل ايه؟ هنا لازم نروح للدكتور علشان عندنا طريقتين كمان. الطريقة الاولانية هو استخدام نترات الفضة، وهنا لازم الدكتور هو اللي يعمل الاجراء ده، لان نترات الفضة ممكن تأذي جلد الطفل لو اتحطت بره المنطقة بتاعة لحمية السرة. يبقى نترات الفضة بنستخدمها على لحمية السرة فقط من غير ما نلمس الجلد المحيط بالسرة، علشان كده ده اجراء الطبيب فقط هو اللي يعمله. في حالات تانية ممكن نشيل لحمية السرة عن طريق الجراحة، وده موضوع بسيط خالص وبيتعمل ببنج موضعي، بنرش بنج موضعي على المكان دون ودكتور الجراحة بيشيل اللحمية الزايدة دي بالمشرط والموضوع بيخف في نفس اليوم. ده كده كان موضوع لحمية السرة عند الاطفال الرضع، والموضوع فعلا جالي كتير جدا وناس كتيرة جدا كانت منزعجة منه، لكن تاني ده موضوع بسيط جدا ومش خطير، مفيش منه ضرر ومفيش منه اي مضاعفات. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. بشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.